إذن الجنرال يحظى باحترام الجميع داخل وخارج هذه القاعة، رئيس هيئة الأركان المشتركة. إذن لا أعتقد أن ثمة منصب أعلى من هذا المنصب. إذن نحن نعقد اجتماعا هذه الليلة، ثم سنذهب إلى البيت الأبيض لنتناول العشاء بمعيتي الزوجات والمرافقين، والأمور تسير بشكل رائع في قواتنا المسلحة. أنفقنا تريليونين ونصف دولار منذ أصبحت رئيسا، وقمنا بتخفيض الأسلحة والذخائر. وجاستن يقوم بعمل رائع. في السابق كانت طائراتنا قديمة ومتهالكة، والآن أصبحنا نملك طائرات حديثة، و حققنا أمورا لم يكن أحد يتخيلها. علاقاتنا استثنائية مع كثير من حلفائنا، وأقول أن علاقاتنا جيدة مع الدول الأخرى، ولكننا ننشد الإنصاف وننشد التعامل معنا باحترام. إذن هذه الدول لم تقف إلى جانبنا على الدوام، ولكن نريد أن نساعد من يستحق المساعدة، وأعتقد أن هذا ناقشناه، وربما سيكون هناك بعض التغييرات وربما لا، ولكن نريد أن نحظى باحترام دول العالم. كثير من الأمور تغيرت، وهنالك دول ثرية للغاية، ثرية جدا. نحن نقوم بالاهتمام بجيوشهم واحتياجاتهم العسكرية، ولا أحد يقوم بما نقوم به، ولكن لم نحصل على أي شيء في المقابل. نعم، نحن نجري مباحثات جيدة وطيبة، وأقول وبشكل أن هنالك دول عبرت عن استعدادها للمساعدة. إذا كثير من الأمور التي تتحقق لجيشنا وقواتنا المسلحة، ولدينا أفضل قادة عسكريين في العالم، وربما الأفضل على مستوى العالم. لدينا أفضل جنود من الرجال والنساء، وأفضل معدات وأجهزة وأسلحة. لذلك أشكركم جميعا، سنجري نقاشا، وأشكركم جميعا على وجودكم. قبل 8 أشهر قلت، نحن موجودون في سوريا منذ وقت طويل، كان ينبغي أن يكون وجودنا قصيرا لنضرب تنظيم الدولة، ولكننا بقينا هناك ولم نغادر، وبقينا في سوريا لسنوات طويلة، وانخفض عدد قواتنا إلى قوة صغيرة لا تتجاوز 50 جنديا، وإذا وهم سينسحبون، وسنرى ما سيحدث بالنسبة للأمور الكثيرة. أنا تحدثت إلى الرئيس أردوغان وقلت له أنه ينبغي أن تهتم بتنظيم الدولة وتقضي عليه. طبعا كما تعرفون نحن قمنا بهزيمة تنظيم الدولة وقضينا على الخلافة بالكامل، وهذا كان هدفنا. كنت أسعى لتحقيق ذلك قبل 9 أشهر، كنا قريبون من القضاء عليهم بالكامل، وكنا قريبون من تحقيق ذلك الهدف، ولكن هنالك من طلب أن نبقى لوقت أطول. ولكن كنت أتساءل متى سننسحب من سوريا، لا نريد البقاء إلى الأبد. وطبعا تذكرون أن خطاباتي، وربما تابعتم خطاباتي، وأنا كنت أطالب بسحب قواتنا من هناك. نحن لم نكن نقاتل، كنا نلعب دور الشرطي في كثير من المناطق. لذلك أخبرت الرئيس أردوغان بأن يعامل الجميع باحترام كبير، وهذا أمر مهم. نحن قاتلنا إلى جانب كثير من القوات، وتركيا تحاربهم منذ سنوات، والبعض يقول لأكثر من 200 عام، ولكن في مرحلة ما كان علينا أن نعيد قواتنا، وهذا ما فعلناه أو هذا ما نفعله. إذن كان قرارا صارما، وقلت أننا سننسحب خلال فترة زمنية، ولكن هذا تحقق خلال فترة زمنية طويلة، ونحن استعدنا قواتنا على طوال
تلك الفترة واحد أبرز العوامل بعد هزيمة تنظيم الدولة في قبضتنا آلاف من مقاتلي وعناصر تنظيم الدولة، إضافة إلى أفراد وعائلاتهم وأبنائهم، وكثير منهم جاءوا من دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا. وقلت لهذه الدول بأن عليكم أن تستعيدوا مواطنيكم ورعاياكم، فرفضوا. فقلت لهم أن هذا غير منصف بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، وليس منصفا بالنسبة للولايات المتحدة، لكن اختاروا ألا يستعيدوا رعاياهم ومواطنيهم. وقلت لهم أن عليكم أن تأخذوهم، وعليكم أن تهتموا بشأن 60 أو 70 ألف شخص. قلت لهم أننا لن نأخذهم، نحن أسدينا لكم خدمة كبيرة، قد هزمنا تنظيم الدولة وقضينا على خلافته بالكامل وعلى الدول التي جاءوا منها أن يستعيدوهم. ربما سيغيرون مواقفهم، ولكن في هذه الأثناء علينا أن نعول على الدول الأوروبية وكذلك على عدد من الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال إيران، العراق، تركيا، سوريا، روسيا ودول أخرى في المنطقة، لأن تتولى أمر هؤلاء المقاتلين. ولكن دافعو الضرائب الأمريكي لن ينفقوا عليهم لخمسين عاما أين بغض النظر عن مكان وجودهم، سواء معتقل غوانتانامو أو غيره، فلن يتحمل العبء دافع الضرائب الأمريكيين. إذن تلك المكالمة كانت مكالمة مثالية، وقمنا بتفريغ محتواها، كانت مكالمة. إذن ما يحدث هو فضيحة، يحاولون الفوز في الانتخابات. إذن تابعوا استطلاعات الرأي، نحن متقدمون ب 12 نقطة و 16 نقطة و 17 نقطة. الناس يعرفون أن هذا تلاعب، هم يحاولون أن يفوزوا بالانتخابات في عام 2020 من خلال محاولة عزلي. إذا كانت تلك مكالمة مثالية لا شائبة فيها. هل قال الرئيس الأوكراني؟ لقد قال الرئيس الأوكراني وكذلك الناطق باسمه أنه لم يتعرض لأي ضغوطات. ما يحدث هو فضيحة، هم يحاولون. نحن انتصرنا في موضوع المحقق مولر، وبعد عامين ونصف أتوا بهذا الأمر. هذا أسخف أمر رأيناه. كل ما تحتاجون إليه هو كتابة أو تفريغ تلك المكالمة. ولكن آدم شيف في الكونغرس قرأ أسوأ خطاب وأفظع خطاب على اسمي، ومن درس في ويست بوينت وغيرها لا يصدق ما حدث. إذن هو اختلق ذلك الخطاب واختلق تلك الكلمة، وكان أمرا فظيعا. وقال أن الرئيس الأمريكي قال هذا، وكانت كلمته تنطوي على كثير من الاحتيال والكذب، وهذا أمر لا يمكن أن يسمح به. أيضا بالنسبة نانسي بولوسي كانت تعرف أن ذلك احتيالا وكذبا، ولكنها لم تفعل شيء حيال ذلك. لو قرأتم تفريغ تلك المكالمة، كانت مكالمة ودية لم تحتوي على أي ضغوطات أو أي. إذن ولهذا السبب أنا لا أثير موضوع جمع التبرعات، ولكن في تاريخ الحزب الديمقراطي إذا قاموا بجمع 13 مليون دولار على خلال 24 ساعة على شكل تبرعات صغيرة، وهذا لم يحدث. إذا الناس يعرفون أن هذا احتيال وهذا كذب وهذه مطاردة، ولكن نحن نريد أن نحارب من أجل الأمريكيين. اقتصادنا رائع وأرقام والوظائف وصلت إلى أعلى مستوياتها في صفوف الأمريكيين من أصول إفريقية وآسيوية ولاتينية، وهي أفضل الأرقام وأعلى الأرقام منذ 51 عاما. إذا أداؤنا رائع، شكرا جزيلا لكم. Thank you very much. Thank you, Press, very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. President, were you joking? Would you suggest China look into the Biden? Thank you, guys. Thank you all very much. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم.